تفضل يا سلطان معنا على الخط. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام سلطان. لو سمحت تكسر التلفزيون شوي بس. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. نحن نحبك يا شيخ ونحب مقدم البرنامج في الله. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. ونريد يا شيخ الله يعافيك لو تعطينا كلمة عن بر الوالدين وفضلهم للأبناء والبنات. نعم تفضل. يريد كلمة عن بر الوالدين فضيلة الشيخ والأثر في ذلك. هذا واضح في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، بر الوالدين واجب، حقهما يأتي بعد حق الله جل وعلا: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هو حق واجب يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى، فلا يتهاون به. نعم.